تهديد سيمر. لذلك هذه اللحظات فارقة. أنا بت ميالا، أنت تعلم أنا بورصة، أتحدث عن بورصة ضربة لا ضربة اليوم نعم. كان ممكن يكون هذا اللقاء تحت حمم صواريخ التوماهوك نعم. اللي بدأ بعض نعم. اللي بدأ بعض الكتاب الأمريكيين يضحكوا عليه، يعني ضحكوا على بوش، يعني لدرجة أنه اسكوبار وهو من كبار المحللين الغربيين سمى العملية الجديدة توماهوك مع الجبنه، توماهوك وذ تشيز، يعني من باب انه كانه انت عم تطلب من محل همبرجر طلبيه معينه، وانه بعت لي مع جبنه بيقول له ببعث لك اياها خلال 20 دقيقه، بيقول له لا اجل لي اياها الاسبوع للجمعه الجايه بس كتر لي الجبنه شوي. يعني بمعنى صار في مهزله من قبل الاعلام الامريكي ضد باراك اوباما، كتاب الاماكين ضد هذه السياسه الامريكيه، لكن هذا كله لا يمنع ومن الحكمه ان نضع بعين الاعتبار أن حماقة ما قد ترتكب، لكن أظن أننا في وضع شبيه بوضع أزمة الصواريخ الكوبية التي وضعت العالم كله آنذاك على شفير حرب عالمية، ثم جرى التراجع عنها. وأظن أننا نعيش ظرفا مماثلا، علينا أن نستعد لأسوأ الاحتمالات، لكن أيضا علينا أن نفتح الذهن أمام احتمالات تراجع أمريكي. وأعتقد أن الروس يلعبون دورا مهما في إفساح المجال لهذا التراجع. من هنا أفهم تصريح لافروف بأن روسيا لن تدخل الحرب، لأنه لا يريد أن يصل بالتحدي للسياسة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية إلى درجة لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تتراجع، لأنه لو تراجعت بعد تهديد روسي يبدو أنه ذلك في ذلك هزيمة أمام الروس. لكن ذلك الروس فتحوا لها المجال، فتحوا له المسرب لكي تتراجع. وأنا أعتقد أننا أمام قمة، وأن يكون التراجع مشرف بالنسبة لهؤلاء، يعني ما في شيء اسمه مشرف، في اسمه تخفيف خسائر. الآن أعتقد أن الإدارة الأمريكية تفكر في تخفيف الخسائر. طيب ولا كيف تفكر الإدارة الأمريكية في هذه اللحظات، وماذا عن بورصة المواقف أيضا العربية؟ كان لافت أيضا موقف الحكومة المصرية من أي عدوان مفترض أو محتمل ضد سوريا. كل هذه الموضوعات نناقشها معك أستاذ معن، ولكن اسمح لي أن أتوجه لهذا الفاصل. مشاهدينا بعد الفاصل أعود إليكم، أكونوا معنا.
من جديد أعود إليكم لاستكمال هذا الحوار، ومعي الأستاذ معن بشور الرئيس الأمين العام السابق للمنتدى القومي المؤتمر القومي العربي، على أن ينضم إلينا مباشرة من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مازن بلال. أعود إليك أستاذ معن، يعني كنت تشير إلى أنه ما نشهده اليوم يشبه ما أسميته بأزمة الصواريخ الكوبية أو أزمة خليج الخنازير على ما أعتقد في تلك الفترة، ومن خلال العرض الذي قدمته يعني في هناك كثير من الدقة في توصيفك للوقائع الموجودة لهذا التراجع الأمريكي، وأن جزمت يعني لم تجزم يعني إلى الآن بأنه الضربة قد لا تقع، الضربة قد تقع ولكن تعاقل بإذا يجزم أنه بتقع ولا ما تقع، بس في احتمالات، احتمال التراجع الأمريكي تزداد يوما بعد يوم، لكن هذا لا يمنع أن ترتكب حماقة ما في زمن الحماقات هذه، أو هناك جهات داخل الإدارة الأمريكية تريد أن تنتهي من أوباما. أوباما اليوم انتبه، أوباما اليوم يواجه أمرا شبيها بما واجهه كلينتون يوم عملية ثعلب الصحراء. تذكر كيف صارت ثعلب الصحراء؟ صارت بجو اتهام كلينتون بالفضيحة الجنسية مع مونيكا لونسكي، وكان هناك مطالبة بمحاكمته وعزله كما جرى مع نيكسون عام 74. ب98 هذا كان وضع كلينتون اللي كان قوي جدا في السياسة الداخلية. الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الناس ما عم تسلط الأضواء عليه، في تركيز كبير على فضيحة تجسس على المكالمات الخاصة للأمريكيين. هيدي فيها نسف لكل قيام الحريات الشخصية والعامة في الولايات المتحدة، وهناك ضجة، وهناك نيكسون، الناس بتنسى انه نيكسون طار من رئاسة أمريكا لأنه ضبط بتجسس في الانتخابات على المقر الانتخابي لمنافسه، كان حاطط يعني أجهزة تنصت. نعم، طيب هذا حاطط أجهزة التنصت على كل الأمريكيين وعلى كل شعوب أوروبا وبالتالي هذه فضيحة تكبر يوما بعد يوم. وربما يعتقد البعض أن أحد دوافع أوباما لشن حرب خارجية هو لصرف الأنظار عن الوضع الداخلي، لكن الجميع يعتقد أن الضربة الخارجية ستزيد الأمور سوءا، وبالتالي بالنسبة لأوباما، وهذا ما يطرح كما قال زميلنا الدكتور زياد الحافظ في افتتاحية نشرة منبر التواصل، قال أن أوباما قد لا ينهي ولايته، قد يزول يذهب قبل تقصر ولايته بفعل هذه التطورات، وخصوصا إذا تورط في حرب ضد سوريا ضد إرادة البنتاغون. وأنا أقول ضد إرادة البنتاغون لأن كل تصريحات جنرالات البنتاغون بما فيها ضباط سابقون، يعني بالأمس رئيس الأركان السابق للقوات الأمريكية فالون على ما أظن هذا أيام العراق كان اسمه أولاما، بيقول شو هالحرب التي تسرب خططها العسكرية قبل نشوبها، إن يعني أنه هذا دليل على عدم جدية ودليل على عدم مهنية مع الكلوزة الجبنة كما أيوة قلت الإعلام الأمريكي أصبح يعني يسخر من يعني ذلك، إنه هو بيقول أنه هذا دليل على لا مهنية ولا جدية هذه العملية العسكرية بأن تكشف كل أهدافها بنك الأهداف، لا بل كما قال الأستاذ ناصر قنديل قبل يومين أن هناك مفاوضات على بنك الأهداف هذا بين السوريين بين الروس والأمريكان، والروس بين الموضوع للسوريين والإيرانيين لا كتير لا قليل لا كذا، طبعا مع أن الموقف السوري كما قال الأستاذ قنديل كان رافضا البحث من حيث المبدأ في هذه العملية التي كان عنوانها حفظ ماء وجه أوباما الذي تورط بالحديث عن حرب، علما أن أوباما يستطيع بكل بساطة أن يقول لم يثبت أن النظام قد استخدم سلاحا كيماويا، وبالتالي لم يتم اختراق الخط الأحمر الذي حين أطلقه أوباما كتب ضابط كبير في الاستخبارات الأمريكية في موقع مون أوف ألاباما قال أن الحديث عن الخط الأحمر بالأسلحة الكيماوية يعني ساحة المجال لاستخدام كل أنواع الأسلحة الأخرى. الآن أعتقد أن أوباما محاصر حقيقة بعوامل تدفعه إلى التورط وعوامل تبعده عن التورط، لذلك علينا أن نكون مفتوحين الأذن وأن نرصد كل تحرك وكل إشارة. لكن لمن دولة مثل إيطاليا ومثل سويسرا
مثل هولندا. هولندا هولندا منا دولة كبيرة لكن دولة مؤشر في دول مؤشر من خلال مثل سويسرا مثل حتى إيطاليا مثل السويد. لما بيعلنوا صراحة أنه ضد الضربة العسكرية بدون مجلس أمن، لما باكستان تعلن ذلك، باكستان وثيقة الصلة بالإدارة الأمريكية أو الحكومة المصرية أيضا. هلأ بحكي عن موضوع مصري. هدول الدول الكثير يعتقدون أنه ما ممكن يقولوا هالكلام لولا أن هناك جهات داخل الإدارة الأمريكية شجعتهم على الاعتراض لكي تستخدم اعتراضهم في وجه الجهات الضاغطة من أجل التورط في هذه الحرب. يعني يجب أن ننتبه أنه في الصراع على القرار هناك كل فريق يسعى لحشد أكبر معطيات ممكنة لدعم وجهة نظره. وعرضت لمؤشرات تصريح لإبراهيم أو بانكيمون نفسه وإلى آخره. طب هدول لي هل يا ترى هدول فعلا خرجوا من الفراغ؟ هلا الموقف المصري مختلف، موقف الحيثيات الأخرى، موقف المصري بنبض الشارع المصري بهذه الفترة يعني تماما. رغم يعني البعض بيقول انه السيسي يعني اليوم يعني يتبع الأمريكيين ويتبع السعوديين، انه بيقولوا فكيف له ان يخرج عن هذه المنظومة. نعم هناك مؤشرات تشير الى ان السيسي قد انتهى يحاول ان ينتهج نهجا مستقلا، وانت تلاحظ انه حين القى بعد شبهه بالناصري هكذا على ذمة من شبهه بالناصري. يعني ناصر ظروفه مختلفة، واعتقد انه من الصعب ان تنجب الامة العربية ناصرا جديدا في سنوات ولكن عديدة. بس انتبه السيسي لما قال كلمة في خطابه الاخير ان مصر لا تنسق مع اي دولة في امور في قراراتها المصرية، تصفيق حاد. انا مش مهتم بموقف الفريق السيسي على أهميته، لكن الرأي العام المصري عنده حساسية صار عالية من التدخل الخارجي. هلأ بدون لذلك شك رفض التدخل الخارجي تماما. هلأ بدون التصفيق شك جرى تمرير ما جرى في مع الأسف في جامعة الدول العربية التي باتت جامعة العاري وجامعة التحريض على الدول العربية منذ أزمة العراق إلى ما جرى في لبنان، إلى ما جرى في فلسطين، إلى دعوة الناتو إلى ضرب ليبيا، والآن دعوة الناتو وقبلها دعوة تدويل الأزمة السورية، كلها إشارة تشير إلى أننا أمام جامعة عار عربية. يتبدل المايسترو، يتبدل الممول من قطر إلى سعودي، لكن الجامعة مع الأسف الشديد تأخذ هذا الموقفا. وقد كلمني صديق جزائري بالأمس له علاقة وثيقة بالسفير الجزائري في الجامعة العربية على شعور هذا السفير الجزائري الذي أخذ موقفا ممتازا بالمناسبة يعبر عن حقيقة الشعب الجزائري العظيم. وقف هذا السفير يعني وهو مفجوع بمواقف العديد من الدول العربية، كيف تشجع على ضرب بلد عربي؟ وأي بلد عربي؟ هي سوريا، بغض النظر عن من يحكم سوريا، سوريا عزيزة على كل عربي، سوريا وقفت إلى جانب كل عربي، سوريا وقفت إلى جانب مصر سنة 56 وهي كانت دولة ناشئة وحديثة، فجرت أنابيب النفط وأرسلت البحار كرجول جمال، فجر نفسه في البارجة الفرنسية جان دارك وإلى آخره. طيب مصر هنا إذن علينا أن ننتبه، أولا تدرك أن أمن مصر من أمن سوريا والعكس صحيح، وهذا درس التاريخ كله. لذلك حمدين صباح مؤسس التيار الشعبي قال أن العدوان على سوريا هو اعتداء على أمن القوم العربي وعلى أمن مصر بالذات. ثم هناك في مصر أصبح هناك إعام شعبي حقيقي، لم يعد بمقدور أي حاكم أن يتجاهل إرادة الشعب في مصر، وهي مسألة بالغة الأهمية. قلت ليس المهم تصريح السيسي الفريق السيسي بقدر ما هو المهم كان تصفيق الحاد من قبل هؤلاء الناس والضباط نبضهم يرفض هذا التدخل وينشد الاستقلال الوطنية المصرية اليوم. الوطنية المصرية اليوم هي في أعلى مراحلها، يجب أن نحترم ذلك بغض النظر عن رأينا بالصراع السياسي. نحن لا نريد أن ندخل في التفاصيل السياسية الحالية في مصر، هذا أمر نتركه يعني المصريين بيقرروا مين الجهة اللي بتحكمه ومين جهة، لكن في وطنية مصرية عالية جدا لمسناها يوم حرب العراق بالمظاهرات، لمسناها يوم الحرب على لبنان بال2006، لمسناها يوم الحرب على غزة، ولمسناها حتى في العدوان الناتو على ليبيا. هذه الروح الوطنية المصرية تبرز اليوم،
انتبه حمدين صباح. لكن هل تنسحب هذه الروح المصرية على كل الأقطار العربية؟ لا. خصوصا أنه هناك نظرية أو منطق يقول أنه هذا العدوان على سوريا إن شن من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والعرب قد يشجع هؤلاء لشن حروب أخرى على بلدان وأقطار عربية أخرى في لحظة من اللحظات. شوف. نعم. بدون شك هذا أمر قلناه منذ أن جرى احتلال العراق. نعم. أكلت يوم أكل الثور الأسود. كنا نرى أن هذا مخطط يستهدف بلادنا بلدا. نعم. قلناها يوم احتلت بيروت عام 82 وغزت إسرائيل الكيان الصهيوني غزا لبنان. لكن انتبه الآن في كل بلد عربي حراك شعبي. يعني اليوم نحن قاعدين هون بعد شوي حيكون في تحرك شعبي كبير في تونس. كذلك الأمر هناك دعوة لتحرك شعبي كبير في المغرب. كلها رفضاً للتدخل. رفضاً ضد التدخل وضد العدوان على سوريا. هناك أيضاً تعلم أن الدول العربية عديدة الآن مشغولة بصراعات داخلية. نحن بلبنان لولا أن الوضع الأمني كما هو والمتفجرات في كل مكان أعتقد أنه كانت خرجت قوى عديدة في لبنان في تظاهر من أجل رفض العدوان. لكن أنت تعلم أن أي تجمع هذه الأيام غير محمود وخصوصا في ظل أي من القوى في ظل هذه المتفجرات الإرهابية الموزعة بين منطقة وأخرى. كذلك الأمر في أقطار أخرى. لكن انتبه دي مسألة بالغة الأهمية. في تعقيد حصل بهالثلاث سنين الماضية وهو أن هذا التيار الواسع الذي كان يضم إسلاميين وقوميين وكانت في قلبه المقاومة والممانعة وكانت سوريا هي قاعدة هذا التحول وهذا ضرب هالتيارين ضربوا في ظل هذا. وبالتالي هناك التباسات في بعض الشارع العربي من بعض القوى التي ما زالت تحمل النظرة القديمة للنظام في سوريا وما زالت مترددة علما أنه حين يكون هناك معك مع الأجنبي لا يجوز أن يكون هناك تردد. نعم. أكل حال سنتابع الحديث عن الوضع السوري وعن وضع المنطقة عموما وينضم إلينا مباشرة من دمشق عبر الأقمار الاصطناعية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مازن بلال. أحييك أستاذ مازن. نحن أهلا وسهلا. يا هلا. نعم أستاذ مازن، يعني الرئيس السوري بالأمس أكد بشار الأسد أن سوريا ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان وأن التهديدات بشن عدوان مباشر على سوريا ستزيدها تمسكا بمبادئها الراسخة وبقرارها المستقل النابع من إرادة شعبها والتي هي الضامن كما عبر للانتصار. يعني ما هو مصدر هذه الثقة اليوم من قبل الرئيس بشار الأسد بالشعب السوري في أن يصد أي عدوان محتمل ضد سوريا والشعب السوري؟ يعني حقيقة هي ليست فقط ثقة بمسألة الشعب والمجتمع السوري لكنها ثقة بحالة عامة أيضا شاهدناها خلال عامين ونصف. المسألة هنا لا تتعلق فقط بالقدرة على صد العدوان ولكن أيضا بالحسابات الدقيقة التي تعاملت بها سوريا خلال تلك المرحلة بغض النظر عن أي وضع داخلي. نحن نعرف تماما أن خلال هذه الأعوام شهدنا حالة غير مسبوقة في سوريا، شهدنا نوع من محاولة كسر منظومة كاملة عبر سوريا، لكن بالتأكيد يعني حتى اللحظة نستطيع أن نقول بأن هذا الأمر لم يتحقق. طبعا أنا لا أتحدث هنا عن أمر سياسي داخلي، أتحدث عن سياسات عامة انتهجتها سوريا خلال تلك الأزمة كانت قادرة بالفعل عن القيام بما تريده واستثمار تحالفاتها الإقليمية والدولية بغض النظر عن كل ما يقال من شعارات سياسية أو إعلامية، لكنها بالفعل استطاعت البقاء كدولة واضحة المعالم رغم كل ما يحدث. من هنا تنبع الثقة حقيقة. أيضا يعني بالحسابات الداخلية هنا إذا دخلنا قليلا، حتى اللحظة نحن بالميزان السياسي لم تستطع القوى المعارضة في الخارج تأسيس أو وضع مرتكزات لها على الصعيد الاجتماعي داخل سوريا، طبعا باستثناء التمرد المسلح أو الفصائل المسلحة أو الإرهابيين أو إلى آخره. فبالتالي المعادلة السياسية داخليا حتى اللحظة لم تتغير. بالمقابل طبعا البيئة السياسية الجديدة
فيما لو ظهرت مع نهاية الأزمة لن تكون لصالح الاتجاهات الأخرى، يعني الاتجاهات التي تعاكس الاستراتيجية السورية. هذه يعني هذه هي الثقة الحقيقة التي عبر عنها الرئيس بشار الأسد. نعم أستاذ مازن، يعني اليوم يعني شعب سوري اليوم كيف تنظرون إلى أيضا نبض الشارع العربي؟ كنا نتحدث مع الأستاذ معنا عن هذا النبض العربي اليوم، يقول أنه تغير، الظروف تغيرت وخصوصا في الأعوام الثلاث الأخيرة، وبالتالي التضامن يعني قائم مع الشعب السوري، رغم أنه في هناك يعني تعارض من قبل في هذا الموقف الشعبي، أو تعارض بين هذا الموقف الشعبي وموقف الحكومات، وهو ما عبر عنه في الجامعة العربية. أيضا الشارع السوري ما الذي يقوله عن يعني اليوم نبض هذا الشارع العربي عموما، وما الذي يريده من هؤلاء العرب؟ ونحن نعرف أنه لسوريا تاريخ كبير في أيضا الوقوف إلى جانب الشعوب العربية الأخرى، وكان يذكرني الأستاذ معا بالعدوان الثلاثي على مصر، وكيف وقفت سوريا يومها يعني دولة عربية كبرى إلى جانب مصر في التصدي لهذا العدوان. لا، هون زمنين مختلفين حقيقة. يعني الأمر إشكالي هنا بمسألة التضامن العربي في هذا الموضوع. بالتأكيد يعني هناك شرائح واسعة تراهن على التضامن العربي، لكن المسألة هنا تقنية سياسية بحتة. يعني هل يستطيع كل هذا التضامن أن يدفع الحرب عن سوريا؟ بتصوري أن تجربة السوريين على الأخص في مسألة العراقية، بعدها في المسألة الليبية، تؤكد بأن التضامن من الشعوب العربية لا يؤدي إلى نتائج سياسية واضحة المعالم. يعني هذا الأمر شهدناه كثيرا في سوريا، حتى في حرب 2006، حتى في حرب غزة. بالتالي بالنسبة للشارع السوري هو ينظر حقيقة إلى طبيعة التحالفات التي تضغط اليوم داخل الأمم المتحدة وداخل المحافل الدولية لعدم يعني صدور قرار بالحرب. هذا أمر يعني واقعي ومنطقي أكثر منه عاطفي. هلأ إذا سألتني على العواطف، بالتأكيد يعني هناك عواطف. يعني تريد القول أن العواطف شيء والوقائع السياسية شيء آخر. اسمح لي أستاذ مازن وابقى معي، لأنه يبدو أن هناك تعليق من الأستاذ معن بشور، يعني اعترض على هذا الحكم الذي أصدرته بحق هذه الشعوب العربية، وقد تكون محق في ذلك رأيك أستاذ معن، لأنه اليوم يعني في اليوم منطق آخر يحكم العالم اليوم. يعني لا أحد يقيم وزن حتى لرأي رأي العام الغربي اللي عارض الحرب على العراق، ويومها شنت الحرب على العراق. فالسيناريو نفسه قد يتكرر وإن بظروف مختلفة، حتى لو عارضت هذه الشعوب العربية، إذا ما كان هناك قرار من قبل معظم هذه الحكومات العربية بمساندة هذا العدوان، فهذا القرار سيتخذ. أولا يعني أنا أريد أن أوضح بعض الأمور للأستاذ مازن، بوجه له تحياتكم، تحياتي عبر التلفزيون. لكن أريد أقول ما يلي. أولا 56 زمن غير زمن اليوم بدون شك، لكن بدي أذكر أنا بال 56 كان هناك انقسام في الواقع العربي، كان هناك دول عربية تشجع العدوان على مصر وتريد الثأر من مصر، يعني وتريد الثأر من جمال عبد الناصر ومصر بالتحديد، ومعروفة هذه الدول. وكان يومها على رأس هذه الدول مع الأسف الحكومة العراقية والمرحوم نور السعيد، وانعقدت قمة في بيروت وانقسمت القمة، واستقال يومها رئيس صائب سلام ورئيس عبد الله اليافي الذي كان رئيسا للوزراء احتجاجا على الموقف اللبناني الرسمي، كان رئيس كميل شمعون رئيسا للجمهورية. هاي واحد. اثنين، ماذا جرى في العراق؟ جرت تفاعلات في الشارع العراقي بدأت بعد العدوان على مصر، واستمرت هذه التفاعلات حتى قامت ثورة 14 تموز عام 58، يعني بعد سنة ونص على العدوان على مصر بعد سلسلة من التظاهرات الشعبية. إذن الرد الفعل الشعبي يفعل فعله، ولكن مش بالضرورة باللحظة الحالية. بالنسبة للعراق، صحيح رد الفعل الشعبي لم يمنع الحرب على العراق ولا على ليبيا أيضا، لكن رد الفعل الشعبي بالنسبة لمسألة العراق هو الذي أسس لحالة من المقاومة داخل العراق ودعمها، وجعل هذه المقاومة تهزم الاحتلال الأمريكي، وإن شاء الله تهزم آثار هذا الاحتلال في العراق اللي هي الفتنة الطائفية والمذهبية وإلى آخره. في المغرب العربي
تونس جزء كبير من الحراك الشعبي فيها له علاقة بتدخل الناتو في ليبيا. تذهب إلى تونس وتناقش أي تونسي، جزء من موقفه في الوضع الداخلي التونسي له علاقة بسبب العدوان الناتو على ليبيا. لذلك ردود الفعل الشعبية ليست ردود فعل يومية، لكن علينا أن نعترف أن هناك اليوم التباسا حصل بسبب تطورات جرت في المنطقة وضعت تيارات رئيسية في الأمة في وجه بعضها البعض، ووضعت نوع من التحامل الإسلامي السياسي على النظام في دمشق بسبب الأحداث التي جرت، وبسبب معركة لم يكن فيها مصلحة للأمة جرت في سوريا. لذلك أنا أتمنى ومن هذا المنبر ومن خلال العلاقات التي تربطني بالعديد من قيادات الإسلام السياسي أن تكون معركة سوريا اليوم، الدفاع عن سوريا اليوم في وجه العدوان الأمريكي، هي مناسبة لإعادة لم الشمل. على الجميع أن يراجع سياساته. هناك تمييز بين موقف من المسألة الداخلية في سوريا. معنى هناك أزمات، يعني هناك اليوم فتن مذهبية في المنطقة العربية والطائفية، وهي التي اليوم يعني أيضا تمهد وهي الأرضية لشن هذا العدوان تماماً. حتى بقبول شعب عربي تماماً. والعرب أصبحوا يعني قسمان. هذا الكلام صحيح ميبي وأنا أدركه، ولكن أيضا أدعو إلى أيضا استفادة من هذا العدوان من أجل إعادة توحيد الأمة وتجاوز كل هذه الصراعات. تذكر أخي العزيز معلش أنت، لكن ارجع البعض أخرج سوريا من الحظيرة العربية. قال الوزير السعودي حكام قال خرجت أو فقدت سوريا هويتها العربية. بعد ذلك تنتظروا هؤلاء بعد ذلك. الحكام يعرفون تماما رأي شعوبهم بهم، وإذا شعوبهم لم تتغير تتحرك اليوم لتغييرهم فسيأتي هذا اليوم غدا أو بعد غد. أنت تعلم تماما أنه حتى في المملكة العربية السعودية هناك أمراء ليسوا راضين عن هذا التورط السعودي الذي يكرر التورط القطري في أحداث المنطقة. أنا أعتقد أن الشعب في الجزيرة العربية والشعب في الخليج العربي لا يمكن أن يقبل باعتداء أمريكي على هذا. لكن بتقلي أمتى النتائج بتظهر؟ بقول لك بدنا هيدي حركة شعوب، حركة تاريخ، لا تظهر اليوم ولا بكرة. لبنان لما دخل العدو الصهيوني إلى لبنان عام 82، ألم يكن في هناك حرب أهلية في لبنان؟ ألم يكن انقسام في لبنان؟ وألم يتعاون بعض اللبنانيين؟ ولكن بعد ساعات تشكلت المقاومة. أيوة. بعد ساعات تمام. ولم يتعاون جزء من اللبنانيين مع الاحتلال الإسرائيلي. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انطلقت المقاومة، اكتشف المراهنون على الإسرائيليين وعلى الغزو الإسرائيلي أنهم استخدموا أدوات كما جرى في الجبل، وذبح من ذبح وهجر من هجر، وأعاد بشكل أو بآخر الاعتبار لمنطق المقاومة التي عادت وانتصرت عام 2000، هذا الانتصار التاريخي الكبير الذي تجدد عام 2006. لذلك حين نتحدث عن الشعوب، الشعوب حقائق ووقائع، لكنها قد لا تصرف حقيقتها في يوم أو في آخر. علينا أن نثق في هذا الشعوب وأن نبني دائما. مسألة وقت. طيب أعود إليك أستاذ مازن، يعني يجب أن ننظر إلى الحقائق والوقائع التي تقولها الشعوب كما يقول أستاذ معن بشور. المسألة مسألة وقت، لا يحدث الأمر بساعات أو بأيام أو أسابيع أو شهور، هي مسألة تحتاج إلى وقت. وبالتالي يعني أنتم بحاجة إلى نبض هذا الشارع العربي اليوم لمواجهة هذا العدوان، إن فكرت أو غامرت واشنطن بشن هذا العدوان مع حلفائها الغربيين والعرب. اليوم يعني سوريا التي أيضا هي جاهزة لرد هذا العدوان، كيف لها اليوم أن تسخر هذه الإمكانات العربية في مواجهتها الشاملة حتى لا تبقى لوحدها، وحتى لا يقال أنه السوريون لوحدهم يواجهون هذا العدوان من دون أي ظهير عربي، خصوصا في هذه الأوضاع الصعبة؟ يعني أمرين أساسيين. أولا إذا كان الحل هو بالبعد القومي، طبعا الحل بالبعد القومي، يعني أنا متفق مع ضيفك الكريم بأن الحل هو في البعد القومي، لكن هل يؤدي التضامن من الشعوب إلى رد العدوان؟ هذا أمر يعني يحتاج إلى نقاش. نحن نحتاجه بالتأكيد نحتاجه، ولكن حتى اللحظة على سبيل المثال لم نشهد أي حراك عربي ضد هذا الأمر. يعني في لندن ظهرت تظاهرات، في الولايات المتحدة ظهرت تظاهرات، وهذا الأمر كان فيه حتى في أيام الحرب على العراق، يعني مليونية في لندن ظهرت ضد الحرب على العراق طبعا.